السلام عليكم. اليوم عندنا صور جديدة لملعب الدويرة أو تعود إلى البارحة، ويظهر أنه بدأ وضع الكراسي، يعني ربما هو استنتست يعني تجريب الكراسي. إن شاء الله الوتيرة نتاع الأشغال هذه تبقى في هذا الزخم، فيها يعني متسارع في الأشغال، ونفس الشيء نتمناه بالنسبة لملعب تيزي وزو. نترككم على هذا الفيديو، والسلام عليكم.